وللمزيد حول المساعدات المقدمة للأشقاء الفلسطينيين ينضم إلينا من العريش مراسل التلفزيون المصري إلى هناك محمود جميل. محمود، ما الجديد لديك حول المساعدات التي تصل إلى الأشقاء الفلسطينيين وأيضا حول إجلاء عدد من المصابين لدول أخرى؟ بعد التحية، كما استمعتم إلى الإشادة القطرية بالجهود المصرية المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين سواء بتجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية أو حتى بتجهيز عملية إجلاء بعض المصابين لدولة قطر والذي يبلغ عددهم 27 مصابا بالإضافة إلى 33 مرافقا تم إجلاؤهم عبر الطائرة التي انطلقت منذ قليل إلى دولة قطر. وكنا نتابع اليوم في الحقيقة جهود الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري في الدعم النفسي والإنساني المقدم للمصابين والمرافقين، وأيضا الإشادة من الأشقاء الفلسطينيين بما تم تقديمه من السلطات المصرية ومن المصريين هنا أيضا في مدينة العريش سواء في المستشفيات المصرية أو حتى استقبالهم في معبر رفح وأيضا في كل الخدمات التي تقدم لهم سواء كانت إنسانية أو حتى بوجود بعض المساعدات الغذائية والصحية المختلفة. وإشادة كبيرة باستقبال مطار العريش للمساعدات الإنسانية المختلفة، فدائما دولة قطر وكل الدول المختلفة ترسل المساعدات التي تريدها عبر مطار العريش ويتم تجهيزها في المخزن الاستراتيجي للهلال الأحمر المصري ثم إرسالها عبر معبر رفح البري لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. ربما الجديد أيضا في معبر رفح المصري هو ارتفاع عدد المصابين الذين استقبلهم المعبر اليوم إلى 29 مصابا بالإضافة إلى 40 مرافقا لهؤلاء المصابين تم استقبالهم اليوم. يتم تقديم ليس فقط الخدمات الصحية داخل المعبر ولكن أيضا خدمات الدعم النفسي، وهذا فريق خاص من جمعية الهلال الأحمر المصري يسمى فريق الدعم النفسي والإنساني للوقوف بجانب الأشقاء الفلسطينيين خاصة من الأطفال، لأن أغلب الإصابات والمصابين الذين يأتون إلى مصر هم من الأطفال. وهذا مجهود كبير تقدمه الدولة المصرية لاستقبال الأطفال وإعطائهم يعني الأمل في الحياة مرة أخرى بعلاجهم داخل المستشفيات المصرية. هذا بالإضافة إلى الاستمرار في دخول عدد من الشاحنات المساعدات، نتحدث عن دخول 160 شاحنة إلى منفذ كرم أبو سالم بالإضافة إلى 23 شاحنة إلى منفذ العوجة. كل هذه الشاحنات تقوم بتجهيزها جمعية الهلال الأحمر من خلال المخازن الموجودة هنا في مدينة العريش، وعدد الشاحنات أيضا المصطفى لدعم الأشقاء الفلسطينيين. فنحن نتحدث عن أن الجهود المصرية هي الجهود الأكبر في دعم الأشقاء الفلسطينيين منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. لم يغلق معبر رفح ولم تتوقف الجهود المستمرة في تجهيز مزيد من المساعدات الإنسانية وأيضا استقبال المساعدات في كل المسارات التي حددتها مصر سواء بمطار العريش أو ميناء العريش أو حتى الطريق البري ومعبر رفح البري بالإضافة إلى ميناء بورسعيد وغيره من المسارات التي تستقبل كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين. وهذه رسالة هامة تؤكد عليها دائما الدولة المصرية بأنها تقف بجانب الأشقاء الفلسطينيين. نعم. بالإضافة بالطبع إلى الجهود السياسية والدبلوماسية للوصول لوقف إطلاق نار كامل داخل قطاع غزة. نعم، بلا شك محمود جميل، كنت معنا من مطار من العريش مراسل التلفزيون المصري إلى هناك، شكرا جزيلا لك.